اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره من اسكندريه، عروس البحر المتوسط من قلب مكتبه اسكندريه. هعمل معاكم النهارده صينيه سردين بالبطاطس، وهعمل سلطه بطاطس مشويه. ابتدي الاول بمكونات صينيه السردين. 4 قطع سردين متنضف ومتقشر، فلفل حار، بطاطس حلقات، ثوم، بصل، كمون، ليمون، طماطم وفلفل رومي. وهعمل طبعا دريسنج بالملح والفلفل والزيت. اخلص الاول من الدريسنج، هاخد البولة دي احط 5 أو 6 معالق زيت، واحط كمان ملح معلقة صغيرة، ومش هحط فلفل اسود عشان في فلفل حار وفي كمون. هاخد الليمون والكمون كله وهقطع التوم كله واحطه في الدريسنج عشان لما يتحط على السمك يبقى كله يمتزج مع بعضه. طبعا احنا بعد 11 سنه ابتدينا دلوقتي، يعني من السيزون ده او من الموسم ده هنبتدي ان احنا نزور بقى المعالم السياحيه اكتر. يعني مش هنخلي دايما تقديم من على السواحل الشاطئ والمدن الساحليه، بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع في المناطق السياحيه، علشان برضو انا بحب بلدي قوي وبحب السياحه جدا، بحب السفر جدا، فيبقى عندنا فرصه ان احنا نقدر نصور من اماكن سياحيه كتير. هقطع كل حاجه حلقات. السردين طبعا ما بياخدش وقت في السوا خالص، فلو تقدروا ان حضراتكم تسلقوا البطاطس سلقه او 3/4 سلقه علشان تبقى ايه تدخل تستوي على طول، ما تاخدش وقت في السوا. هقطع يعني نصهم، اخلي دي عندي، والطماطم برضو هقطعها حلقات. هنحاول نروح بقى في الاماكن السياحيه، يعني ننزل بقى جنوب مصر. جنوب مصر يعني مصر العليا، اللي هي هنبقى في ناحيه الاثار. هقطع الفلفل طبعا اختياري، لو مش عايزين يبقى حراق قوي خلوا الايه الفلفل اختياري. وهجهز الفرن، يبقى جاهز والع وسخن على 180 ل 200، او ممكن نخليه يبقى اكتر من كده وبعدين نرجع نهديه ل 180. هبتدي الاول احط البصل، سواء فرطناه او ما فرطناهوش هو هيفك لوحده، واحط الطماطم والليمون والفلفل والبطاطس. وزي ما قلت لحضراتكم مش هتاخد وقت خالص في السوا، اهم حاجه بس ان انا اخلي كل الحاجات دي كده تحت علشان اللي ينزل الصوصز او العصاره اللي تنزل من السردين تنزل على الخضار وتدي له طعم السردين. حط السمك واحدة كده وواحدة كده، وبرده مش محتاجين نغطيها. لو احنا بنغطي ليه؟ عشان برده حضراتكم اللي مش عارف يعرف، احنا بنغطي الاكل في الفرن علشان تفضل الحرارة مكتومة جوه ويفضل يستوي بطريقة بشكل افضل. هقلب بقى دريسنج كويس. اهم حاجة عندي السمك ان هو يبقى واصل له التتبيله، وبعد كده التتبيله دي هتنزل مع السخونيه، هتنزل مع الخضار اللي تحتيه. هدخله الفرن 10 دقائق ربع ساعه بالكتير لو كميه اكبر من كده، على درجه حراره 200، تطلع بالشكل ده. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم سلطه بطاطس مشويه. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت صينية السردين بالبطاطس. هعمل دلوقتي سلطة بطاطس مشوية. المكونات: بطاطس مشوية، ليمون، كمون، بقدونس مفروم، وطحينة خام. بقول لحضراتكم البطاطس المشوية تعمل ازاي. نقطعها مربعات، نحط عليها شوية زيت وشوية ملح، ندخلها الفرن لحد لما تتشوي. ممكن برضو نحمرها وندخلها الفرن، يعني في كذا طريقة. انا دلوقتي عايز الطحينة، هاخد معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود
طبعا الملح والفلفل الاسود ده بيبقى راجع لحضراتكم حسب الذوق. هاخد الثوم، معلقه من الثوم صغيره، وهخلي دايما واحنا بنعمل الطحينه نخلي شويه دايما موجودين علشان لو الميه زادت من الطحينه ما يبقاش في مشكله، يعني لو الميه زادت نزود طحينه فتظبط القوام. هحط الاول الليمون وهقلب لحد لما تمتزج كده. ممكن تكون الميه او الليمون زياده شويه، هزود طحينه تاني لحد لما القوام يبقى مظبوط. طبعا بالنسبه للطحينه اللي انا بعملها دي، دي مش طحينه هنغمسها بالعيش طبعا، ممكن لو عايزين، لكن انا محتاج ان الطحينه دي تبقى سايبه شويه لان دي اكتر رايحه على انها دريسنج، يعني تتبيله للسلطه. هزود بقى شويه ميه كمان بحيث انها تبقى سايبه. زي ما قلت لحضراتكم طول ما الطحينه جنبي والميه جنبي لو ثابت بلحق اظبطها كده. نخليها سايبه وبعدين احط بقى البقدونس المفروم. يعني هي كده ماسكه نفسها شويه، ممكن لو تحبوا تبقى اخف من كده ممكن نخفها شويه كمان، بس هي ايه دلوقتي علشان تبقى واضحه قدام حضراتكم هي نازله في الطبق على السلطه. والبطاطس المشويه زي ما قلت لحضراتكم هقطعها مربعات، دخلها الفرن على تري او في صينيه لحد لما تاخد اللون ده، وبرده ممكن تعملوها محمره، تنفع كده وتنفع كده. هاخد بقى الطحينه احطها كلها على طول كده. نزوق بقية البقدونس. كام شريحة من الليمون. نكسر الألوان كده حاجة حمرا. يبقى أول طبق كان صينية سردين بالبطاطس، وتاني طبق سلطة البطاطس مشوية. ألف هنا وشفا، أشوفكم في حلقة جديدة.